بسم الله، نبداو المقروط تاعنا. المقروط نحتاج 3 كيلات تاع دقيق متوسط، اسمو الموين. انا نخدم بهذا الكاس اللي فيه نشريه في اكسيون، شريته في اكسيون، يتباعو 2 أورو. نخدم بهم كامل لي ميزور تاعنا، سهلين بلا ما نوزنو بلا ما حتى حاجه. دوك نحتاجو 3 كيسان تاع دقيق موين، اسمو الموين، نحتاج 2 معالق سكر غلاسي، 2 كويار سوب سكر غلاس، 2 معالق كبار. سي بيان دو تاميزي تو. ندي اون بتيت بانسي سيل، شويه ملح، ما درتش كمية كبيرة أنايا. ونديرو نفس الكمية دهان. فوالا هنا درت سمن مدينة، نديرو نقدو نديرو مارغارين، نديرو زبدة، بوغ فوندو، نفس الكمية كاس. نخليوها ترتاح ونروح نوجدو لافارس. لافارس تاعنا نحتاجو 3 كيلات تاع اللوز، لوز مرحي، كاوكاو، واش تحبو. انا نديرها باللوز هانيك 3 كيلات، و مورف تاع قرفة. نحتاجو كيلة تاع سكر غلاس، سكر غلاس، نحتاجو صفار بيضة، نجيو نديرو دي بتي بودان كومسا هالبوش. هاي ليك لاباط، خليناها ترتاح لو طون اللي وجدنا الحشو، ونجيبو كيلة تاع 3/4 تاع ماء وربع تاع ماء زهر، ونطمو العجينة تاعنا.
العجينه تاعنا ونخلوها شويه ترتاح ونعاودو نزيدو فيها. فوالا هاي الكلابات تاعي بعد ما ارتاحت نديروها على هذا الشكل. ها مليح نجيو نديرو اللوز داخل ونغلقوها ونحكمو طابع هذا تاع المقرط ونقطعوها. كاين اللي يحب يديرها سامبل يديرها سامبل. على فرصة إليك ميليو نديرو نفس الطريقة نسكموها غير شوية على الجوانب هاوليك طاب نحطوه في العسيلة. انا درت العسل ودرت له شويه مزهل